طيب نكمل باقي فقرات حلقة الترند النهاردة، وأول فقرة معانا وهي ترند الأهلي وإيه اللي اتكتب على النادي الأهلي في السوشيال ميديا وفي الحسابات المختلفة على السوشيال ميديا تحديدا. خلينا نبتدي بالحساب الرسمي للنادي الأهلي على فيسبوك، واللي قال إن الأهلي بينجح في حسم لقب الدوري قبل نهايته بسبع جولات. وهنا بيتطرقوا يعني لملخص الطريق نحو تتويج فريق النادي الأهلي بطولة الدوري الممتاز الموسم الخامس على التوالي والمرة 42 في تاريخه، وهي كلها في الحقيقة أرقام مميزة جدا بالنسبة للنادي الأهلي. يعني بتخلص البطولة قبل نهايتها بسبع جولات، الأهلي صاحب أقوى خط هجوم برصيد 63 هدف حتى الآن، أقوى خط دفاع دخل مرمى 8 أهداف بس. لك أن تتخيل أن الأهلي في كل هذه المباريات دخل فيه 8 أهداف فقط لا شيء، ده أمر مميز جدا. يعني الأهلي الأكثر تحقيقا للفوز برصيد 23 انتصار، والشناوي صاحب القفاز الذهبي في الدوري بلا منازع 22 كلين شيت، اعتقد هو حتى الان 21، يعني قدامه مباراتين عشان يعدي شريف اكرامي مثلا او ان هو يكسر الرقم القياسي. خلينا نروح نشوف الفيديو الخاص بهذه الارقام ونرجع مره ثانيه. نتمنى طبعا كل التوفيق للنادي الاهلي فيما تبقى من المباريات في بطوله الدوري، هي مباريات اعداديه للمرحله الافريقيه الهامه. يعني خلينا نروح لحساب الاهرام على تويتر، واللي قال ان الاهلي يجري رابيد تيست استعدادا لمواجهه نادي مصر، وده الاجراء المتبع دايما قبل كل المباريات في بطوله الدوري طبقا للاجراءات الاحترازيه من فيروس كورونا. لسه في بعض الامور الاخرى والارقام تحديدا، الوطن سبورت على تويتر قالوا ان فايلر يقترب من تحطيم رقم قياسي المانويل جوزيه بعد حسم الدوري، والامر ده بيتعلق بايه؟ بيتعلق باحتماليه ان مستر ريني فايلر يقدر يحقق الانجاز اللي حققه مستر مانويل جوزيه في موسم 2006-2007 لما فاز بالدوري، وكان الاهلي مع مستر مانويل خلص البطوله قبل ثلاث اسابيع من النهايه، فاراح بعض اللاعبين كان ابرزهم في التوقيت ده فلافيو متعب بركات ابو تريكه طبعا اساطير كبار جدا، وقرر ان هو يلعب ببعض اللاعبين اللي كانوا مش بيشاركوا بصفه دائمه، وقدر ان هو يجهز العناصر الاساسيه لتحدي الكاس، بالتالي قدر ان هو يفوز ببطوله كاس مصر لو تفتكروا في التوقيت ده لما لعبنا نادي الزمالك في النهائي وكسبنا في المباراه الشهيره 4-3 المباراه الكبيره جدا. فبالتالي هنا الوطن سبورت بيقول لك ان ممكن مستر فايلر قدامه فرصه ان هو يحقق هذا الانجاز اللي وصل له مستر مانويل جوزيه، طبعا المدير الفني الاسطوري والتاريخي للنادي الاهلي. خلينا نروح لصفحة الأهلي اليوم على فيسبوك، وقالوا إن الوصول لهدف هو نقطة انطلاق لهدف آخر، أفريقيا يا أهلي، اللي هو يعني في إشارة إن أنت حققت بطولة الدوري خلاص بشكل رسمي، لكن قدامك هدف آخر أهم وهو دوري أبطال أفريقيا، والكل بإذن الله مركز في البطولة دي رغم صعوبتها طبعا بكل تأكيد.